الحكامة، التنمية المستدامة، الأحياء الخضراء، الوعي الحضري لدى المواطن، مصطلحات يبدو أنها ما زالت بعيدة عن المدن الجديدة في الجزائر. كيف ذلك؟ لن نصف، لأن هذه المشاهد كفيلة بتوصيف كل ما سبق. احنا رانا في سكنة جديدة تاع الأديال، هاو لك الحي كي تشوفوا الله يبارك ما شاء الله. بصح الوضع اللي رانا عايشين فيه دوكا لو كان تشوفوا انا شغل واسمه وضع كارثي سبحان الله، مع الوباء اللي راه يدور دوكا ما حاشاك دوكا الحاله ماشي مليحه، وزيد وسخ ما كاش تشوفي تقول سبحان الله عندنا 50 سنه وانا ساكنين هنا. ساكنو بعض المدن الجديده اكدوا مطالباتهم مرارا وتكرارا للسلطات المعنيه بحلول حقيقيه لظاهره النفايات التي تؤرقهم، لكن لمن تقرا زابورك يا داوود؟ واحد ما تحرك لحد الان، بالك لازم لهم معليش الله اعلم واش لازم باش نجيبوهم. ومن زيد ننزل لك حاجه، يعني من الطريق تاع البريمير تاع السيام هاو هنايا جايين برك الدراري الغاشي كاين يعني 3 سيتي لا 4 سيتي من هنايا كاع يجوزوا منا باش يروحوا يقراوا، يعني يجوز دراري على عفسه كيما هادية لا قدر الله كش ما يصرى لهم مرض ولا، يعني كل واحد يتحمل مسؤوليته في هذا الامر هذايا. قد تبدو ظاهره النفايات التي تغزو الشوارع مستساغه على مراره في حالات خاصة، لكن أن تصبح جزءا من الديكور العام للمدن الجديدة فالأمر هنا يثير الاستغراب والتساؤلات والحسرة. فعلى من تقع المسؤولية؟ أهي على تقاعس المسؤولين وحلولهم الترقيعية أم على المواطن وقلة الوعي؟